السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحل مثال عن السبايرال كولوم. ديش المحاضرة حلينا عن التايت كولوم. أكو فروقات من يعني بسيطة هاي النوع من الأسئلة، هو يتلخص هذا النوع يعني بعدين راح نحكي عنها تباعا، بس أهم شيء إنه الفاكتور يكون تنتبهوا له اللي هي صراحة أحكي عنه وغير أمور هسه من نحكيها إن شاء الله نوهتها. منطوق السؤال يقول design reinforcement for a circular spiral columns، يعني صمم حديد التسليح لل circular spiral column، كولوم دائري مالته يعني النوع spiral، الدايمتر مالته 450 ملم، the factor axial load is الحمل ال axial load المسلط مقداره 3200 كيلو نيوتن، والاف واي 400 ميجا باسكال، والاف برايم سي 330 ميجا باسكال. القانون مالتنا اللي ما يحتاج نحفظه وهذا يعطى عاده، البي يو ايكوال 2.85 فاي ملتبلاي كله قوس كبير 0.85 اف برايم سي اريا جروس ماينس اريا ستيل بلس اريا ستيل ملتبلاي اف واي. هنا انا البي يو منطينا اياها بالسؤال هي 3200 كيلو نيوتن، نضربها في 10 اس 3 حتى نحولها للنيوتن، equal 2.85 multiply 5.7 spiral column 0.85 f prime c 30 معطات بالسؤال، الدايمتر المساحة مال الكولوم تساوي باي multiply radius square الدايمتر 450 radius 225 ناقص اريا ستيل اللي هي مطلوبه بلس اريا ستيل ملتبلاي اف واي، الاف واي 400 منطينا اياها هو بالسؤال. هسه طبقناها حسبنا الاريا ستيل، وقلت لكم انا بذاك المثال اتمنى انه انتم بيتكم تجربون وتحسبون الاريا ستيل. اريا ستيل طلعت 3537 ملم سكوير. نروح على التيبل اللي قلت لكم بيه بذيك المحاضره، انه عندنا هذا التيبل من عنده نقدر نختار عدد البارات للسبايرال كولوم. نبدي من الستة وننطلق. ليش نبدي من الستة؟ لأن المينيمم رينفورسمنت بالسبايرال كولوم هو محدد لنا إياها على أن تكون ستة أو أكثر. المينيمم نمبر أوف رينفورسمنت لازم تكون ستة أو أكثر. فهسه إحنا عندنا مطلوب من عندنا رينفورسمنت بمقدار 3537، لازم نوفرها 3537 بست بارات او اكثر، يعني نباوع على هذا الجزء فقط، بس هذا الجزء نباوع عليه. فنيجي شنو يوفر 3500؟ عندنا هنا انا يوفر 3400، عندنا 3900، احنا نريد اقرب شيء اقرب شيء، بس اكثر اقرب شيء، يعني مو اقل، اقل ما يصير، صار 3400 اقل بس ما يصير، احنا لازم نختار اكبر من 3500. هسه هذا عندنا 3995 6 بارز ابو 28 ملم، 6 أو 28 ملم، فراح نختار هذا الرينفورسمنت. Use 6 by 28 ملم which provides المساحة اللي راح يوفرناها 3695 ملم سكوير، يعني موفرين زيادة بحدود 158 ملم سكوير اللي هي يعني معامل أمان إضافي لا أكثر ولا أقل، ما عندنا مشكلة بيها. الرو جروس نحسبها اللي هي الاريا ستيل اللي يوفرها هاي البارات مو هاي، على مساحة الكولوم اللي هي باي ملتبلاي 225 سكوير، راح يطلع لنا هذا 0.023 اكبر من 0.01 اللي هي المينيمم واقل من 0.08 اللي هي الماكسيمم. اوكي اذا السبايرال نختار الدايمتر مالته اللي هو يعني السبايرال رينفورسمنت، نختار دايمتر مالته ابو العشرة. ليش ابو العشرة؟ لان المين رينفورسمنت ابو 28 وهو اقل من 32، فلازم نختار ابو العشرة. شو ما بديش المحاضرة، اذا اكبر من 32، اذا 32 او اقل نختار ابو العشرة، اذا اكبر من 32 نختار ابو 12. نحسب الاس سي، انا ما اعطيتكم بعد شيء ثاني راح اعبره بهذا الموضوع بالمثال، مثال لاحق ان شاء الله، او انطيكم يعني مثال محلول راح تشوفون شلون نحسب الـ يعني اكو فشي اسمه الديستنس يعني بتوين السبايرال رينفورسمنت تختلف عن التايد، انطيكم اياها ان شاء الله الامثله لاحقه. هسه نريد نحسب السبيسنج بتوين
reinforcements longitudinal reinforcements هل توفي؟ احنا عندنا قايلنا انه اما 40 او 1.5 دايمتر بار ايهما اكبر هي الماكسيمم سبيسنج. زين هسه احنا نريد نحسب بالسبايرال كولوم يفرق عن التايت كولوم او البيم. هسه احنا هذا شيء جديد عندنا السبايرال كولوم هيك شكله دائري احنا هذا مالتنا والسبايرال البي ايضا دائري بهذا الشكل وبي 6 بارز 3 4 5 6 احنا الديستنس بتوين بارز هاي الديستنس هاي اللي هي منا لهنا هيك هاي الديستنس وهاي هي الديستنس. زين هاي شلون نحسبها؟ احنا نحسبها من نحسب المحيط مال هذا مال خط يمر بالسنتر مال ذني البارز. نريد نحسب المحيط مال خط يمر بذني البارز الستة. فهذا شلون نحسبه؟ عندنا الدايمتر الكلي عندنا الدايمتر الكلي 450 عندنا الدايمتر الكلي 450 هذا المفروض نغيره نسوي 450 ما نطرح من نصف القطر نطرح من الدايمتر الكلي 450 نطرح من عنده الكلي 450 نطرح من عنده 2 كفرز واحد كفر مثلا اذا افترضنا هو هذا نطرح 2 كفرز كفر منا وكفر منا ونطرح 2 يعني سبيس دايمتر مال سبايرال اللي هن ابو العشرة احنا محدديه 2 في 10 ونطرح بما انه الريده من السنتر مال هاي البارز فنطرح نص نص الدايمتر نص في القطر من هنا ورادياس ونطرح رادياس منها يعني 2 في 28 على 2 حتى نحسب المحيط مال الخط اللي يمر بالدنيا رينفورسمنت الستة ونقسم على 7. ليش نقسم على 7؟ 7 الديستنس بتوين بارز 7 شلون 7 هاي 1 2 3 4 5 6 العفو ليش 7 6 لان عدد البارات 6 بذيك كنا نقول 6 ناقص 1 هسه لانه الشكل دائري راح يصير السبيسنج هو يساوي عدد البارات السبيسنج يساوي عدد البارات فهسه راح نحسبها هاي ايش قد راح تساوي لنا 450 ناقص 80 ناقص 20 ناقص 28 يطلع هالقد في 3.14 الفاي تقسيم 6 عدد البارات راح يطلع عندنا 168 راح يطلع عندنا 168 1 6 8 مليمتر اكبر من 40 او 1.5 دايمتر بار اللي هو ابو 28 هذا المين رينفورسمنت احنا نحكي عنه اللي هي 42 هو هذا الكنترول فال 168 اكبر من 42 مليمتر اوكي. طبعا هاي تصحيحات بالش اسمه بالمثال اتمنى انه انتم تسووها تعدلون عليها هاي لان احنا انا اذا استخدمت 2 ملتبلاي باي اللي هي اوكي المحيط مال دائره صحيح في 225 بس منها لازم اطرح 40 و10 و28 على 2 يعني ما اضرب في 2 يعني احسب نصف القطر الصافي ما احسب اساني لا ضارب في 2 هنا 2 وهنا هاي ال2 مره ثانيه فما يجوز. فاما نقول 2 باي 225 ناقص 40 ناقص 10 ناقص 28 على 2 او اقول باي في افتح قوس 450 ناقص 2 في 40 2 كذا لان ما يصير مرتين فيطلع لنا 168 وهاي العدد 6 لان احنا نحسبهن الديستنس بتوين با السبيسنج يعني بتوين بارز نحسبهن عندنا 6 بارات نحسب بيناتهم يعني الديستنس السبيسنج بيناتهم 6 فهاي يصير 6 وهاي يصير 450 و225 ونمسح هاي الثانيه هاي التغييرات اللي اتمنى اسويها بالمثال.